احنا كنا جايين كان خط بارليف ده لسه بيفجروه، يعني احنا من زمان جدا واحنا في الأمطره، فالحدث ده بالنسبه لنا حدث كبير جدا وحدث عظيم وحاجه احنا مبسوطين بيها جدا كاهالي الأمطره شرق وشمال سيناء. بنحس النهارده في عبور جديد، كل سنه في سيناء بنحس فيه 6 اكتوبر 73، بنشوفه كل سنه بفضل سياده الريس. احنا ده حلم كنا بنحلم بيه واتحقق على ارض الواقع. القطار النهارده حاجه مفرحه جدا. توجه له الف شكر يا سياده الريس، تمام، على التنميه اللي عملتها عندنا في سيناء هنا وعلى القطار، يعني كل التوجيهات دلوقتي كلها على سيناء من سياده الريس. يعني في تعب في المصالح، فدلوقتي القطار كله حيروح، تمام، نص ساعه يكون في اسماعيليه، نص ساعه يرجع ثاني. أنا محطة فيها مصدر العابد بلوزة. أنا أصلاً من الصعيد، من سوهاج، وعايشة في سنة بقالي 25 سنة، بروح كل 10 سنين، دلوقتي أروح كل سنة. في قطر جنبي بيت، كل سنة أروح أشوف أهلي، أنا من 10 سنين ما روحتش، عشان طبعاً أنا أسرة مكونة من 5 أفراد، لما بروح تكلفة عالية جداً عليا. دلوقتي القطر جنبي بيتي، كل سنة هروح طبعاً. يعني انا بشكره ومش عارفه اشكره ازاي من هنا للسنه الجايه. اليوم انتصار اكتوبر، اليوم بنلمس تنميه حقيقيه على ارض الواقع، وبنرد على كل المغرضين. ها هي مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر.